السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيكم العافية مشاهدينا وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم من لهجتنا. دائما في كل بداية حلقة نحب نشكر الأستاذ خالد عبد القادر عبد العزيز الأرشيد ورحمة الله عليه الأستاذ أيوب حسين وأيضا الأستاذ خالد سلطان على الاستفادة من الكتب اللي قمنا نستفيد منها في برنامج من لهجتنا وحكينا الكويتي. مشاهدينا أنا أشوف أن هذا البرنامج جدا مهم ولو أنه مدته 10 دقائق ولكن فيه فائدة جدا كبيرة أن احنا قاعد نعيد حكينا اللي انفقد حكينا الكويتي. خلكم ويانا. مشاهدينا تسمع كلمة ليخ، شنو الليخ؟ الليخ أهل البحر الحداق يعرفون الليخ، ها بالعدة وطواريف ونوع من أنواع الأشباك مالت الصيد يسمونها الليخ، قط الليخ، اسحب الليخ، شيل الليخ، ها شالوا الليخ، فليخ كلمة نوع من أنواع الأشباك. أيضا من الكلمات اللي ما قمنا نسمعها كلك بكلك، يا معود اشتبه في هذا كلكشي كلكشي، كلمة كلك بكلك، الفيلم كله كلك بكلك. عاد ما بقول لكم الفيلم شنو، انتو تعرفون اللي كان يحط اليمعة الظهر، ها يبدي الظهر مع الغداء ينتهي قريب صلاة المغرب وكله كلك بكلك. عرفتوا الفيلم صح؟ يا الكلكشي يعني يا الكذاب، كلكشي انفقدت. خلكم ويانا مجهز لكم خوش حجوة. مشاهدينا قبل بالأعياد دائما الأهال يقولون قبل ودونا الدوارف نبي نلعب قليلبة، ودونا الدوارف نبي نلعب قليلبة. خلكم معاي، شنو القليلبة؟ لعبة اي صح، بس من وين جت القليلبة؟ مشاهدينا طير معروف عندنا بالكويت، طير إذا على قولتهم حسب الخطر قام يتقوله بيقلب براسه ويقلب بشكله وبراسه على أنه شنو حية ولونه كنا لون الرمل، فيقوم ينحاش ويغير شو، يقوم يتقلب 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 شي لو تمسكه يتقلب 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 كأنه حية، فعشان كذي اسمه قليلبة، فراحت على لعبة القليلبة التحرك فسموها القليلبة، ولا القليلبة مو لعبة بالأساس، بالأساس طير معروف اسمه القليلبة لونه كنا لون الرمل. ها أنا ما بضيعكم بالطيور الحين. يقول أيضا من الحكي اللي انفقد لغمط السالفة وقعد، يا معود سويت لغمط السالفة وقعد، لحظة لحظة يا الحبيب، لغمط شنو؟ لغمط شنو في اللغة؟ يقول لغمط وجهه بالتراب، لغمط وجهه بالتراب يعني احنا نقول ضيع الفكرة، ضيعت الموضوع وفكرته، لغمط السالفة وقعد. لغمط كلمة لغمط كويتية وكان يقولونها الناس قبل، اليوم ما تنقال، هي بس هي اللي ما تنقال، وايد حكي ما ينقال عدل. ايش رايكم تلحقوني عشان ها عيال انا وياكم بهالدهاريج الطيبة؟ حياكم. We'll be right back.
دروازة 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 دروازة، قاعد أقولها بالكويتي وبالهندي. كلمة دروازة يعني بوابة، يمكن في فارس أو في الهند للحين يسمون البوابة دروازة. فكلمة دروازة احنا عرفناها بالكويت هي البوابة الكبيرة، يمكن البوابات اللي حتى في المدارس ندرسها، بوابة الجهرة، بوابة المقصب، بوابة البريعصي، عدل، بوابة الجهرة، لكن في بوابات ما تعرفونها، بوابة البدر، بوابة الصنقر، بوابة السبعان، بوابة العبد الرزاق، بوابات كثيرة كانت موجودة، بوابة الصباح اللي تصير افتكر اذا ماني غلطان عند اسمان. فبوابات كثيرة انهدمت، ظلت البوابات الرئيسية المعروفة. فبوابة يعني او دروازة يعني بوابة. كلمة يا المنشب هذه نسمعها، هذا شفي منشب يعني شفي ما يستحي، يعني شفي وجهه عريض قاط وجهه منشب. فكلمة منشب شنو؟ هو إناء خشبي يعجن فيه العجين أحياناً وينحط فيه أحياناً الغمح وغيره، إناء خشبي عريض. فعشان تقول هذا والله وجهه منشب، ها وجهه منشب ما يستحي معرض وجه. فسالفة إناء منشب إناء خشبي عريض. شفتوا شلون في كلمات تقولونها ما تعرفون شنو معناها؟ لا وبعد بعد 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 واحد أحياناً من التعب ما يعرف يصفط له كلمتين على بعض، يصير مدروخ. فأنا مدروخ شوي، مدروخ يعني دايخ، يعني منهمك تعبان شوية. فكلمة مدروخ ما قمنا نسمعها صح؟ قولوا صح، لا قولوا صح. وما دام أنا مدروخ مالي إلا شويها استقانة منقطة عند منو؟ عند الشايتشي. الشايتشي منو يعني؟ مهندس طرق أكيد اللي يسوي الشاي صح؟ فأنا قبل لا أقول لكم في أمان الله، أشوفكم الحلقة الجاية على خير، في أمان الله والشايتشي.